فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى يعني الجنة، طوبى قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة، للغرباء في آخر الزمان اللي يصبرون على دينهم يتمسكون به لهم الجنة. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، ما ينظرون للناس، ينظرون لهذا الدين يتمسكون به ولو أصابهم ما أصابه. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني يجمعون بين الوصفين، يصلحون ويصلحون، هؤلاء الغرباء. دعاة الشر كثير، بل باسم الإسلام يدعون، باسم الإسلام وهم يدعون إلى الشر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا فيه. لكن اللي يدعو إلى الإسلام الصحيح قليل، ولكن هو الخير، هو الخير وهو الغريب بين الناس، يصبر على هذا. طوبى للغرباء، هذا معناه أنه يحصل عليه ضغط، يحصل عليه ضغط من المجتمع ومن الناس، لكن ما دام على الحق يصبر، أما إذا كان على غير حق فإنه يرجع للحق ولا يبقى على ما هو عليه. لا، الغرباء الذين هم على الحق الصحيح، على الدين الصحيح، ما هو بالدين المدعى أو اللي عليه الناس، أو لا، أو اللي يقوله فلان وفلان، لا، اللي قاله الله ورسوله، الدين الصحيح ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم.